في الصيام. بسم الله الاب والابن الروح القدس لله الواحد امين. عايز اقول لكم كده على نقطه صغيره نتكلم فيها مع بعض، اساسيات في الصيام. اساسيات فين؟ في الصيام. يعني لازم المصوم، طب الحاجات دي موجوده في حياتي وفي صيامي. معلش هشيل الماسك عشان تسمعوني. يعني الحاجات دي مش موجوده في صيامي اكني ما صمتش. اكني ايه؟ ما صمتش. وده اللي قاله شعب اسرائيل على لسان اشعياء. اشعياء 58 يقول له ايه؟ نادي بصوت عال لا تمسك، بيقول له كده، ارفع صوتك كبوق واخبر شعبي بتعديهم. قل بصوت عالي الخناقات والزعل والقمص، تمام؟ اخبر شعبي بايه؟ بتعديهم وبيت يعقوب بخطاياهم واياي يطلبون. يعني بيعملوا كل ده واحنا ايه؟ صايمين الله ينور، وبتنجان وفول وعدس ومية مية، مفيش أي مشكلة خالص، مش أي مشكلة خالص. يبقى النهاردة ربنا بيقول لي وحضراتكم خلي فيه حاجات أساسية في صيامك. عشان كده يقول في آية 5، آية صعبة قوي، أمثل هذا يكون صوما أختاره؟ ربنا بيقول لي كده، ده صوم أقبله منك؟ عايز تقدمه لي؟ يبقى إذن الصوم ده لازم نحط فيه شوية نقط كده نخلنا بالنا منهم شوية. أول نقطة، إزاي أصوم بمحبة؟ يعني إيه بمحبة؟ الزعلان من حد؟ قلبي صافي. ما ينفعش أبقى إنسانة صايمة وأنا شايلة ومتضايقة وأنا زعلانة ومقموصة وأنا بتكلم وحش على حد. ما ينفعش. لازم الصيام ده يعمل إيه؟ يعمل إيه؟ يرجع المحبة. طب اللي قدامي مرضيش، أنا عملت اللي عليا. واحدة وجوزها كانوا شادين مع بعض شوية، داخلين على صيام، فقلت له كلمة جميلة، قلت له هنصوم واحنا متضايقين كده؟ بص الكلمة الجميلة دي، هنصوم واحنا متضايقين كده؟ لازم نعمل ايه؟ نفكها، نفكها. يبقى النهارده ربنا بيقول لحضراتكم ويقول ليا، اوعى تكون وانت صايمه لسه قلبك شايل من حد، لسه قلبك متضايق من حد. حط لنفسي كده ان هذا الصيام اسعى ان انا اكون عندي قبول وحب لكل من ايه؟ كل الناس اللي حواليا. بابا كرولس كان عنده حاجة جميلة قوي، لما كان حد يجيله على كاهن عنده مشكلة أو عنده تعب في حاجة معينة، يعمل حاجة جميلة قوي، يجيب الكاهن ده ويقعده معاه في البطرخانة شهر شهرين، كل يوم قداسات وتسبحة، يحضر معاه شيء يعمل معاه تسبحة ويصلي كل يوم إيه؟ قداسات، ما يقولوش في حاجة خالص، بس يجيبه من كنيسته يقعدوا ايه؟ ما طبعا الشعب ساعات بيتضايق عشان عايزين ابونا فلان ده. فاب كان حمل معاه كده، وبعدين بقى الناس كل شويه عماله تروح لسيدنا، عايزين نرجع لنا ابونا بقى يا سيدنا، رجع لنا ابونا كنيستنا يا سيدنا. فواحد من حبايب بابا كرولوس اللي هم دايما بيقعدوا معاه كل يوم شايف ايه؟ زن وكلام، فقال له انت عليك ايه بالواقع على القلب ده؟ ما ترجع ابونا وخلاص. بيقول له كده سيدنا، قال له ايه؟ قال له انت عارف هو عمل ايه؟ بس ما قالش غير كده، ما قالش ايه؟ قال هو عمل ايه؟ بس ازاي اقول كده؟ ازاي اقول كده على ابني؟ دخل قفل على نفسه 3 ايام. ليه؟ عشان كلمة واحدة بس، أنت عارف هو عمل إيه؟ بص يا أحبائي قد إيه إنسان
عنده محبة لمين؟ للناس اللي حواليه. يبقى النهاردة ربنا بيقول لي ولي حضرتك النهاردة أرجوكي أرجوكي لو هتصومي صفي قلبك صفي قلبك، خلي عندك محبة تجاه الآخرين. نقطة تانية، ساعات في بداية الصوم سامحوني يعني يمكن بعد قدام شوية بنكون ما نخشش على الصوم بفرح، ما نخشش بإيه؟ بفرح، أصل الصوم ده هيخليني أكثر شوية حاجات متعود عليها، كوباية النسكافيه، كوباية الشاي باللبن، فتلاقي ناس كتيرة جدا مع بداية الصوم ساعة لإيه؟ بثقل، مش ساعة بويلينج. بنبعت لبعض كل سنة وانتم طيبين وصوم جديد ومش عارف ايه، ده كله ايه؟ بوستات، بس من جوه انا بكره ايه؟ مفيش نسكافيه، مفيش كذا، مفيش كذا، فيبقى جوايا في كسرة، جوايا في ايه؟ كسرة. عشان كده ربنا بيقول لو هتصوم افرح بصومك، ده ليك مش ليا، ده ليك انت، ده ليكي انت مش ليا انا، افرحي بالصوم ده عشان هتستفيدي منه، علشان هتتخلصي من حاجة في حياتك، يبقى الصوم ده مفرح ليك. ولد ولادي كان مرة راح الدير وكان تاني يوم صيام، مش فاكر بقى كان صيام ايه يعني، فلقى الرهبان فرحانين جدا بالصيام، فرحانين من قلبهم فعلا. فأبونا اللي ماسك بيت الخلوة قال له عايز أسألك سؤال، قال له اتفضل، انتوا فرحانين بالصيام كده ليه؟ ده احنا الصيام ده ما عندنا، لما نعرف بكره الصيام تلاقي الواحد يعني كده ايه يعني مش مبسوط قوي يعني. قال له اقول لك ليه؟ قال له ما فيش راهب في الدير يعمل لنفسه تدريب او قانون الا مع بدايه صوم، يعني هيزود في المطنيات، هيزود في المزامير، هيزود في حاجات معينه في حياته، يعملها امتى؟ مع بدايه الصوم، يستغل الصوم ده ان يديله ايه؟ دفعه. قال له عشان كده الراهب يبقى فرحان لانه يطلع من الصوم ده كسب ايه؟ كسب حاجه جديده، مع مين؟ مع ربنا. يبقى انا لازم اصوم وانا ايه؟ وانا فرحانه. ليه؟ هقرب من ربنا. ليه؟ هزود حته شويه في حياتي الروحيه. يبقى لازم اصوم بفرح. مثل البلد يقول ايه؟ لقيني ولا ايه؟ ولا تغنيني. اوعى تبقي صايمه وانت مش طايق نفسك. والله مني يبقى تلاقي الناس تتعصب وتتنرفز، اصل انا ايه؟ ايه هو ده؟ ده الصوم ده معناه ان انا اشوف قدامي انسانه روحيه تتعامل مع بيتها ومع أولادها ومع جيرانها ومع كل الناس بطريقة جميلة. يبقى أول أساس في الصيام هو الحب، تاني أساس في الصيام هو إيه؟ الفرح. تالت أساس في الصيام هو التوبة. عايز أركز على خطية متكررة في حياتي أنا بقع فيها كتير، وأستغل الصيام ده إن أنا أتوب عن هذه الخطية واسعى ان انا اقوم منها باستمرار. عشان كده احيانا كتير جدا اقول لاولادي مع بدايه الصوم يركز على امر معين، هو مثلا بيشتم، هو مثلا بيتحارب بحاجات معينه في حياته، اقول ركز في الصوم على هذه الخطيه. تخيلوا انا لو كل صوم بتوب عن خطيه معينه في حياتي يبقى شكلي ايه في الاخر؟ بنزل زيت صح؟ بنزل زيت. لما ايه اللي بيحصل؟ بيحصل ان انا بخش الصوم وبطلع من الصوم زي ما انا، بتعصب بتعصب، بتنرفز بتنرفز، بدين بدين. يبقى لازم الصوم ده يساعدنا على التوبه. لازم. ما ينفعش اقول لربنا انا صايم وانا مزعله في خطيه. عشان كده الصوم ده بيساعدنا كلنا ان احنا نهتم جدا بتوبتنا. وده صوم بيركز على الإنسان إن إزاي يركز على خطاياه وضعفاته. مشغولين إحنا كلنا بخطايا الناس اللي حوالينا،
ناسين ايه؟ ناسين خطيتنا الشخصية. يبقى أساس في الصوم أرجوكم اهتم بتوبتكم. اللي بقى لها مدة ما اعترفتش تروح تعترف، بقى لها مدة ما تابتش على خطية معينة تسعى انها تتوب على هذه الخطية. يبقى دي حتة مهمة جدا في حياتنا الروحية، مفيش حاجة تعطلها وخصوصا أثناء الصوم. عشان توبتي دي حاجة مهمة جدا في صوم بالذات. ليه مش هنفع أقدم ربنا هذا الصيام وأقول أنا صايمة وأنا عندي حاجة في حياتي بقع فيها وبتكسر دايما علاقتي مع ربنا، إن أنا بسقط في خطية معينة نتيجة ضعف أو نتيجة إن أنا مستسهل هذا الأمر. كلنا عندنا حتت معينة الإنسان بيكون ضعيف فيها، يريد أستغل الصوم ده إني أقويني فيها ربنا. لو أنا من النوع معين أو عندي ضعف معين، إزاي أستغل الصوم ده إن أنا أتخلص فيه من الخطية دي ومن الضعف ده، وبكده أقدر إن أنا من خلال الصوم ده أوصل لحاجة حلوة مع ربنا أتمتع بيها. عشان كده توبتنا دي مهمة جدا جدا جدا، وهي دي اللي دخلنا السماء. أبونا بولس كان حكى لنا على قصة جميلة جدا حصلت معه شخصيا. ساعات بيجي لنا وأثناء القداس كده مناولة في مستشفى كليوباترا، غرفة كذا، احنا لسه بس أهم حاجة السؤال، الشخص ده ينفع يبلع ولا لا؟ عشان ساعات بيكون حدث إيه؟ رايل من مناخيره، معناه إنه إيه؟ مش بيبلع. فأبونا سأل السؤال ده، قالوا له آبي بيبلع. فأخذ المناولة بعد القداس وراح للشخص ده عشان يناوله في مستشفى كليوباترا. لقى مراته موجودة. عادة بقول أشيط المرضى، الشخص المريض ده أمسحه بالزيت وأخذ إيه؟ اعترف. أهم حاجة. فقال له عايز حاجة تعترف بيها بعد ما نشرب الزيت؟ قال له أيوه يا أبونا. فمراته لما سمعت انه عايز يعترف خد بعضها وطلعت فين؟ في البلكونة. نعم؟ معلش الصوت، الصوت مش واضح؟ حاضر هعلي الصوت من عيني بس كده؟ حاضر. فالست لما عرفت ان جوزها عايز يعترف طلعت فين؟ في البلكونة. فلقى الراجل بيقول له ايه؟ بيقول لي انده للست المدام. فقال له هو انت مش عايز تعترف؟ قال له اه بس عايز اعترف قدامها. موقف ايه؟ غريب قوي. فنده. قال له ايه بقى؟ قال له انا شفت الموت بعينيا. شفت ايه؟ موت بعينيا. انا شغال في شركه ومعايا شركة وانا مش امين. انا ايه؟ مش امين. عشان كده قدام قدسك وقدام مراتي انا عايز ارجع الفلوس ديت لين؟ للشركة بتوعي. قال لي هاتي ورق وقلم واكتبي استاذ فلان ل 150 الف جنيه. استاذ فلان هي عارفاهم طبعا ليه ايه؟ 200 الف جنيه. قال لي انا سمعت ارقام قرار التحليل وناوله. وقال له أمام الله أنتم الاثنين مسؤولين ترجعوا الفلوس دي لمين؟ للناس دي. أنا مش هقدر أروح دلوقتي البنك. تاني يوم الراجل ده راح السما بس تايب، تايب ومصلح إيه؟ غلطته. ساعات نتوب بس إيه؟ ما نصلحش.
ما بيني وبين ربنا كده دكاكيني، الله يسامحني. طب ما انت قلت كلمه زي الرصاص، طب ما انت عملتي كذا، طب بقولي كلمه حلوه بقى، طب صلح الموقف، طب ابعت رساله، طب اسال عليها. لا خلاص، التوبه رجوع عن الخطا والتصحيح الايه الخطا. اذا كنت قد وشيت باحد ارد له ايه اربعه، دي التوبه. يبقى اول اساس اكون في الصيام وانا ايه، وانا ايه بمحبه، ما ننامش بايه بمحبه. تاني اساس بايه بفرح. تالت اساس بايه بتوبه. اخر حاجه اقولها، الصوم اساسا لحياتي الروحيه. عندنا مشكله ان احنا مركز على الاكل بس، الاكل ده وسيله يا احبائي، وسيله وليس ايه ليس هدف. عشان كده ان الناس عندهم ظروف معينه بكسر الصوم ده من اجل ظروفهم الخاصه، واقول له انت صايم. يبقى الصوم لازم اخلي بالي ان يكون في عمل روحي مقترن بيه، والعمل الروحي ده يحصل ان هو ايه يزيد شوي يكتر شوي. فين؟ اثناء ايه؟ اثناء الصوم. لو انا بصلي حلو في الصوم اعمل ايه؟ ازود حته. لو انا بقرا انجيلي في الايام العاديه حلو اعمل ايه؟ ازود حته. يبقى الصوم لازم اخلي بالي جدا من عمل الروح. الكنيسه بتعلمنا كده، كل قداس حضرتك تحضريه نصلي صلوات المزامير لحد ايه النوم. ايام العاديه نصلي لحد ايه يا سته او تسعه، انما احنا في الصوم الكبير ده نصلي لحد النوم. فربنا عايز تقول لنا كده، اهتم جدا بصلواتك ومزاميرك وعملك الروحي اثناء ايه اثناء الصوم. اوعى اصوم بالاكل ما اهتمش بايه بحياتي ايه الروحية. يبقى دي نقطة مهمة جدا لازم، عشان كده أحاول في الصوم ده هعمل إيه؟ أزود في إيه؟ إيه الحاجة اللي ممكن أعملها؟ أزود قداس، أزود تسبيحة باكر، أزود مزامير، أزود كتاب روحي، أحط شيء روحي كده في حياتي أحاول أعمله أثناء الصوم. وهو بعد الصوم يحصل إيه؟ أبطله؟ لا، ده انا حاجة ايه كسبتها، اعمل ايه؟ طب خلاص بقت معايا، خلاص دي فايدة خدتها من البنك الاهلي، اعمل ايه؟ طب معايا، مش اعمل ايه؟ مش هفرط فيها. يبقى ما كسبته في الصوم، ما تعودت عليه في الصوم، في اي قانون روحي اسعى لتنفيذه والاستمرار عليه. اوعوا بعد تيجوا في الخمسين يحصل ايه؟ خلاص بقى فترنا. لا، كل شيء تكسبه في الصوم من حياتك الروحية اسعى على قد ما تقدر انك تعمله في هذا الامر. يبقى ربنا النهارده بيقول لنا ويقول لكم كده مع بعض، خلي بالكم من هذا الصوم، اوعى الاساسيات ديت تقع منكم في الصوم. الصوم بتاعكم بيبقى ايه؟ نقص، مش حلو، مش بيفرح ربنا، مش بستفيد منه في علاقتي بيه. نرجعهم اربع نقط تانيين، اصوم بحب، اصوم بفرح، اصوم بتوبه، اصوم بعمل روحي اهتم بيه اثناء الصوم على قدر استطاعتي. على ايه؟ قدر استطاعتي. ربنا حافظ عليكم ويديكم نعمه عشان انتوا بتقودوا ناس اخرين. تقودي جوزك ممكن، أحفادك، أولادك، بس بطريقة مشجعة، مش بطريقة إيه؟ منفرة. كل اللي بشجع اللي حواليا بطريقة جميلة، تمام؟ كل ما يبقى الكلام ده ليه قبول عند الناس الآخرين. ولا أفرض على حد حاجة، لكن هم من خلال ما يشوفوني أنا
بسلك ازاي وبهتم ازاي يأثر جدا في القصة دي. عشان ساعات نعمل اكستريم برضو ندوس بيه على الناس اللي حوالينا. واحد امبارح بيقول لي ايه؟ بيقول لي مراتي دي طول النهار قاعده قدام السي تي في واغابي. ما تغيرش غير ايه؟ غير السي تي في واغابي. طبعا دي حاجه حلوه ولا وحشه؟ بس هي عامله ايه؟ مزوداه؟ لدرجه ان الراجل بقى بيضطر يعمل ايه؟ ياخد بعضه يخرج بره ايه؟ ما هو مش كده؟ لازم يبقى في فرصه نتكلم مع بعض، نشوف حاجه مع بعض، مش غلط. لكن الفكره ان احنا ساعات نعمل حاجات بزياده قوي وندوس بيها على مين؟ الناس اللي حوالينا. مره اب كان صوته جميل جدا في القداس. جدا. وبعدين صلى قداس سريع. فالناس بيقولوا له ايه؟ انت ليه يا ابونا النهارده صليت قداس بسرعه؟ قال لي عشان شفت ناس تعبانه. شفت ناس ايه؟ شفت الفكرة الجميلة؟ مش أنا مبسوط بصوتي؟ مش أنا مبسوط ومستريح؟ شفت ناس إيه في القداس إيه؟ أعمل لهم إيه؟ خلصوا؟ حضرتك نفسك كده؟ أنا بحب حاجة بس مش هدوس بيها على مين؟ على الحد اللي حواليا. ربنا يحافظ عليكم ويديكم نعمة. طوبى